السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناه الفضاء المغتربات. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا مع بعضياتنا لينين بالحشوه ديال الاسماك بطريقتي المميزه بطبيعه الحال. غادي نحتاج هنايا كميه ديال الشامبينيون اللي انا حمرته مع الزبده والابزار، جوج ديال الثوم والملحه، هنايا الفيلي ديال الحوت الابيض حتى هو قطعته شرائح بحال هكا وشحرته في الزبده والابزار والملحه والثومه. الكروفيت انا كان عندي الكروفيت الكبير فانا قطعته صغير، الا كان عندكم الكروفيت صغير بلا ما تقطعوه، انا كان عندي الكروفيت كبير فانا قطعته قطع صغيره بحال هكا وشحرته حتى هو في الزبده والملحه والثوم والابزار. وهنايا جوج البصلات اللي قطعتهم صغار مكعبات صغار وشحرتهم في الملحه والابزار والزبده. غادي نحتاج هنايا معلقه ديال الثومه اللي مدقوقه، نص معلقه ديال الهريسه، الا ما كنتوش كتاكلوها تقدروا تستغناو عليها، فانا ما عنديش هنايا، هذه ما حراش بزاف اللي عندي. دابا عندي هنايا حامضه مصيره القشره ديالها مقطعه مكعبات صغار كما كتلاحظوا معي. عندي هنايا تقريبا واحد 3 د المعالق كبار ديال زيت الزيتون، والتتبيله عندي هنايا الملح الابزار الخرقوم الزعتر، قليل من الزعتر لانه تيعطي نكهه خاصه مع الاسماك، والكمون وبابريكا، فالكمون ما تحاولوش تكثروا منه لان كيعطي المروره، حاولوا ديروا كميه قليله. وبطبيعه الحال الا بغيتوا تزيدوا حتى منسمات اخرى تقدروا تزيدوها. بغيتوا ديروا معاه الخضره تقدروا ديروا اي نوع ديال الخضره عندكم، مثلا الخيزو تحكوا لي كاروت ولا الجزر او القرع، حتى هو القرعه حتى هي تحكوها وتزيدوها تشحروها بهذه التتبيله هذه. فانا ديجا وجدتها معكم مره واحده اخرى يعني بالخضره، فهاد المره قررت ندير لكم غير هذا. عندي هنايا واحد الكميه ديال الفيرميسيل انا كبيت عليها الماء طايب، خليتها 5 دقائق، هذه راها ديال الرز ما كتحلش لاحظوا معي، خليتها 5 ديال الدقائق ومن بعد قطعتها بحال هكا كتلاحظوا معايا قطعتها رقيقه. دابا غادي ندوزو على بركه الله الطريقه ديال التحضير كيفاش غادي نحضروها. غادي نزيدو هنا الفيرميسيل وغادي نضيفو عليها الاسماك والكالامار، البصل، فحتى البصلات يعطيها تعطيهم واحد النكهه جميله، والكروزيت غادي نضيف التوابل. ليمون مسير مقطع، غادي نضيف الثوم، والهريسة، فاللي ما تيقدرش ياكل الحار ما يديروش. بغيتو تنسمو غير بالفلفلة العادية ممكن تضيفوها حتى هي، وغادي نضيفو لهادشي كامل قليل من زيت الزيتون ونخلطو. راه تجي رائعة، دابا ما غاديش نقدر نعاود لكم على الريحه اللي طالعه منها، بصراحه كتشهي، وحتى ديك الزعتر تيعطيها واحد النكهه خاصه. فكيف ما لاحظتوا معايا انا ما استعملت لا قزبر ولا معدنوس، انا بغيتها بهذه النكهه ديال البصله والزعتر. الا بغيتوا ديروا معاها الخضره ممكن ديروها وتضيفوا القزبر والمعدنوس او تستغناو عليه، لان انا هنا انا ما بغيتش نديرو، فانا غادي
باغا الوصفه هكا وباغاكم تشربوها بهذه الطريقه. هذه راه كتجي رائعه. انا غادي نحطها على جنب وغادي نجيب الورقه اللي غادي نستعمل. هذه الورقه اللي انا عندي دابا اللي غادي نستعملها معكم، فهي سهله. نضعها بحال هكا وغادي نضع واحد الكميه. فانا ما غاديش ندهنها هذه، علاش؟ لانني غادي نوضعهم في مقله مدهونه بشويش ديال الزيت. نتوما تقدروا الا كنتو غديروهم في الفران تقدروا تدهنوا الورقه. لاحظوا معايا، غادي نطويها بحال هكا، عاود نطويها بحال هكا. هاي هنا غنحاول نعطيها الشكل النهائي ديالها. فانا عندي الورقه هنا ما نخافش منها، واخا غدا روليها كتمشي مزيان. لاحظوا معايا، ما غادي نحتاج لها لا زبده لا حتى شي حاجه لا زيت، لانني بمجرد ما تنحطها هكا تتاخذ لا فورم ديالها. لاحظوا معايا، فانا غادي نحطها وغادي ندوز نصوب وحده اخرى. هذه الورقه هذه كتعجبني بزاف، ما كتقطع ما كدير ليا حتى شي مشكل، وهي اصلا مصنوعه من الروز. هذه غادي نبدا نطوي بهذه الطريقه هذه. فوالا، هي كتعطيني الشكل النهائي ديالها، هي اللي كتحدد الشكل النهائي ديالها. غادي نستمر بحال هكا، نصوب وحده اخرى مع بعضياتنا. كاين واحد النوع اخر ديال الورقه تيتقطع، فانا هذيك ما كتعجبنيش نخدم بها بصراحه. انا كنخدم بهذه لان هذه اللي كتعجبني. لاحظوا معايا، هي كتحدد الشكل ديالها راسها. فانتوما بمجرد كتحطوها هكا في المقلات او في الفرن، فهي كتبقى قابطه راسها، ما كتحتاجش تشدها بشي حاجه يعني بالعجينة أو بالبيض. وقيلا كثرت في هذه. غادي نستمر بحال هكا حتى نساليها كامله ونطلع. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا كملت الكميه كامله. دابا غادي نمشي نقليهم في المقله غير مدهونه بالزيت، المقله ماشي عامره بالزيت. هانتوما كيف ما كتلاحظوا معايا، كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا المقلات فيها يلاه مدهونه بالزيت، يعني راه ماشي فيها الزيت وسخونه. وغادي نبدا نحط، تكون نار متوسطه، غادي نبدا نحط الكمين ديالنا. تقدروا ديرهم في الفران، انا كيعجبوني بهذه الطريقه هكا، ملي كيجيو شي يابسين. كيجيو بحال مقليين، ما كايناش الزيت، يعني الزيت قليله. نحاول نقليهم شويه صافي، وغادي نخليهم هكا حتى يتقلاو من الجهه الاولى، ومن بعد نقلبهم.
هنايا غادي نبداو نقلبوهم كيفما كتلاحظوا معايا، هما بداو تيطيبوا. هنا في هذا المكان اللي فارغ ما نخلي حتى شي بلاصه بحال هكا صافي، وغنستمر في الطهي ديالهم حتى يطيبوا كاملين ونطلق. لاحظوا معايا هما هنايا بداو تيطيبوا، ياخذوا واحد اللون ذهبي كيجيو غزلان ما شاء الله. انا غادي نحاول كنقلبهم على الجهات كاملين كيجيو بحال مقليين فعلا في الزيت. انا مرارا كنوجدهم تيكونوا عندي الناس تيسحابهم، راني قليتهم انني انا غادي نديرهم غير هكا بهذه الطريقه هذه، تيجيو رائعين. صافي وغادي نستمر بحال هكا حتى نطيب الكميه كامله ان شاء الله ونطلقها. وها الوصفه ديالنا صحه جاهزه كيف ما كتشوفوا معايا، لينين بجاو غزلان محمرين. انا قلت لكم راه ما كنديرش الزيت، يعني مجرد ما كندهن المقله كنبقى كل مره كنبغي ندير لي سيكار ديالي كندهن المقله بشويش ديال الزيت، فهذا هو السر في انهم تيجيو لاحظوا معايا مقرمشين. لاحظوا انا غادي نحاول نقسم لكم وحده، شوفوا كيفاش جايين ما شاء الله. كنتمنى انكم تجربوهم، راهم كيجيو بنانين وغزلان، زينوا بهم الموائد ديالكم. اللي كيشوف القناه اول مره ما ينساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلوا كل جديد، واللي معايا مشتركين كنقول لهم شكرا شكرا بزاف على الدعم ديالكم ليا، شكرا على الثقه اللي واضعينها فيا، شكرا على المساهمه ديال الوقت ديالكم اللي كتعطيوه ليا. كنتمنى لكم تيو، كنقول لكم الى حلقه قادمه ان شاء الله.